خلونا نرجع مع حضراتكم ونتكلم مرة تانية عما يحدث في مدينة السلام شرم الشيخ في فعاليات قمة المناخ كوب 27، لأن منصة منتدى شباب العالم بتواصل عقد العديد من الجلسات والفعاليات، وده على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ. وكان يعني في جلسة بعنوان التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بإفريقيا، ناقشت الجلسة دي آليات إيجاد التمويل والدعم المادي لقضايا المناخ، وكمان طرح الحلول والمخرجات لوضعها في حيز التنفيذ. المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء شهد استمرار عقد جلسات منصة منتدى شباب العالم، من بينها جلسة بعنوان التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بإفريقيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. الجلسة تناولت النقاش حول آليات إيجاد التمويل والدعم المادي لقضايا المناخ والعمل على خلق المبادرات لذلك، والحديث حول أهمية تقديم الحلول والمخرجات لوضعها في حيز التنفيذ. أيضاً ناقشت الجلسة احتياج المواطنين في المناطق النائية لتوفير الطعام والماء الذي يستخدم في الزراعة، ومن هذا المنطلق نحتاج إلى البحث العلمي في حالات استخدام الطاقات النظيفة والمياه المعاد تدويرها، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص والتعاون مع الباحثين والتعاون بين الجامعات الإفريقية والجامعات على مستوى العالم. وفي ختام الجلسة تناول الحضور بعض الحلول في توفير الدعم المادي للدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، مع توفير العديد من برامج الدعم من خلال البنك الدولي، وكذلك توجيه تلك البرامج للدول النامية، مع إدراك ضرورة التعامل مع التحديات من خلال الحلول الجماعية وليست الفردية.